أستاذ سليمان، بداية ما الذي تريد الأطراف من قمم كهذه؟ ما الذي تريده كتلة اقتصادية هي ثاني أكبر كتلة اقتصادية في العالم من منطقة الخليج من الكتلة العربية؟ نعم، أولا لابد من توصيف السمات والميزات التي تتمتع بها المنطقة من ناحية الجيوسياسية، وقوعها على ثلاث قارات، وقوعها في منطقة تربض على ثروات هائلة من النفط ومن الغاز، وأيضا الحقيقة ميراثها التاريخي والحضاري كمهد للإسلام وللعروبة. فاليوم الصين تنشد الحقيقة الاتساع في توسيع نفوذها وفي يعني تسويق منتجاتها وفي تأكيد حضورها الدولي. وطبعا المنطقة العربية وبالخصوص المملكة العربية السعودية منطقة الخليج لديها الحقيقة الميزات التي تجعل من الصين أو تدفع بالصين لتكون قوة دولية، تتحول من قوة إقليمية إلى قوة دولية. ومن هذه المزايا الحقيقة هي مثل ما أنا أشرت قربها من أفريقيا ومن أوروبا وثرواتها وأمكاناتها الاقتصادية. بالنسبة للمملكة العربية السعودية هناك رؤية جديدة أفضت إلى إعادة هيكلة للدولة وللاقتصاد وللمؤسسة الأمن وإعادة هيكلة للسياسة الخارجية، وأضحت كل هذه مجتمعة تلاقت الحقيقة مع الطموحات الصينية التي تبحث عن موقع في الشرق الأوسط يكون قريب من أفريقيا ومن أوروبا، وأيضا يكون مركز مؤثر في المنطقة. فتلاقت الرغبتان الحقيقة العربية السعودية والرغبة الصينية، ونشأ هذا عن مشروعين أو عن مبادرتين: مبادرة الحزام والطريق الصينية التي أطلقت في 2013 والتي تصل تكاليفها إلى تريليونات الدولارات، ورؤية 2030 السعودية التي تعيش من خاض إنتاج هيكل اقتصاد حديث ومتنوع.